بالك في هذا الحزب، هذا المجنون، هذا اللي طلقوا النظام على الناس من 22 وهو يهرف على القبائل. القبائل فيهم وفيهم وفيهم، واش تحوس خرج بالقبائل؟ تحوس دير القبائل بالصح، فايقين عليك. عندهم وعي سياسي وعندهم مصلحة الجزائر فوق الجميع. فيهم فيهم حزب مؤسس من تصحيح ربي. حتى واحد في الجزائر قال لي انقسام، حنا نحبوا الانتماء. شكون اللي قال لي انقسام؟ حنا في الصحراء نحوسوا على الانضمام، حنا نفيتونا من هذه البلاد، حنا نحوسوا على الانضمام. شكون اللي راه يدعي الانقسام؟ يدعي هذا الحزب اللي راه يحوس يفرق البلاد، وهذا الاعلام وهذا القضاة الكذابين المنافقين. النظام داير الانقسام في الزاعة يخوف فيها. الانقسام كان دايره في الزاعة بصح دار قاعدة ناضت البارح. هذاك وجه النظام يا خويا. نزيد ونعاود، واش ضريتك انا اللي خرجت في الحراك؟ واش ضريتك؟ انا خرجت نطالب بالعداله الاجتماعيه والحريه وسقط الفساد. هذا ضرك شيء؟ ونسير في مسيره سلميه ونقعد في ساحه الحريه بقلم وفيست. هذا واش ضريتك؟ ونريد مخاطبه العقول، ونخاطبوا العقول لا العواطف والاحاسيس. لا العواطف، عدتوا تقولوا في العلن اضربهم اذبحهم. لاباس، واش صرا؟ لاباس، وش صرا في الدنيا يا ناس؟ حكموا عقولكم وخافوا. هذه راهي جزائر اسمى مني ومنك. تقول الله، تقول الله. راني قلت لك والله كنت خطر الدم نحسها في رقبتي، خطر ما خرجت لنصرة لي نفسي. يكون عيني راني نشكي بالناس كل اللي ظلت هدد فيا بالاسم. بصح انا مانيش خرجت باش ندير صراع مع الناس، ما خرجت ضدك يا النظام يا الشعب. رانا خرجنا ضد النظام، انت ضد الفساد. انت قلت راك اخترت فوطيت ومن حقك تفوطي ودرت رئيس. قول قلعبوا عليكم، قالوا لكم هانيئا لك معليش، قالوا لكم باللي راكم يضربوا في شرعيتكم في رئيسكم. يا خويا انت اخترت رئيس، خليني انا نكمل المسار، المسار الموازي ليه. انا اللي نضغط عليه باش يحقق، ولا لا راني غلطه والله ما ضربت شرعيتك. انا خرج الحراك راهو شغل